بدايتي يعني كانت في نادي الساحة في سوهاج وكده، قعدت ألعب سنتين وكده. تواصل معايا ناس من وادي دجلة هنا وناس من الإسماعيلي برضو. كان وادي دجلة مقدم عرض ب25,000 جنيه برضو، بس يعني كان 7 سنين الكلام ده. الإدارة عندنا ما كانتش موافقة وكده، كان عايزين فلوس أكتر وكده، فاتكلمنا معاهم إن إحنا يعني ده يبقى حاجة للنادي بعدين وكده، إن أنا بقى من ولاد النادي وخرجت وكده. اقتنعوا بالكلام وكده، وحصل نصيب وجه الناس من نادي دجلة هنا خلصوا عندنا في سوهاج. نادي دجلة بصراحة من أكتر أندية في مصر شغالين باحترافية، أكتر نادي في مصر تلاقي مثلا ناس بره، يعني عندك مثال عمر مرموش، عندك مثال كريم حافظ. بداية كده كان دوري الناشئين شغال 97، مواليد 97، خدت هداف الدوري. فبشمهندس ماجد اتكلم معايا قال لي انت تبقى موجود في الدرجة الأولى ومع النادي وكده، ويبقى لك فرصة واثنين وثلاثة. اتكلم مع المدرب تاكيس جونياس، قال له عاطف هيبقى معاك وكده. تاكيس طبعا صمم ان هو معاه 22 لاعب بس، قال له انا عايز ال 22 لاعب دول انا بدات معاهم، مش هينفع ادخل حد في المجموعه الجديده، خاصه ان هو ليه طريقه لعب معينه وبيكون محفظ ناس اللعب. يعني كان في صعوبات شويه ان انا ابقى موجود وكده، فبشمهندس ماجد ما رضيش يفرط فيا وقال لي انا هوديك اليونان، الناس هناك بعت لهم الفيديو وهم تمام وكده، وعايزك تروح هناك تكسر الدنيا وكده. بس انا ما كملتش عشان كورونا وكده، فالدنيا قفلت. فرجعت قلت ان انا اكمل تاني، بس ما حصلش نصيب. خاصة انت هناك هتلعب سنه او سنتين، متشاف هناك من اوروبا كلها، تبقى الدنيا سهله بالنسبه لك. لو انت مستوى كويس وكده هتبقى احتراف كويس من باب كويس برضه. خاصة ان انا هناك كنت نادي درجه تانية وكده، يعني كانه دوري ممتاز برضه بالظبط. يعني دوري متذاع وملاعب كويسه و فرق على اعلى مستوى، وفي الكاس برضو في فرق من الدرجه الثانيه بتلعب فرق من الدرجه الاولى، اولمبياكوس وكده. فالاحتراف بيكون اسهل هناك بكتير.